عشان تعرفي المنظر الحلو الخرافة الرهيب ده، منظر البيتزا الجامد ده، السخنة النار دي شايفة عاملة ازاي؟ شايفة بجد بجد حاجة وهم. تابعينا لآخر الفيديو، وما تنسيش تعملي ايه؟ تعملي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، واللايك والشير. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، عارفة ان انا بتأخر عليكم، معلش انا اسفة، بس والله يمكن تعبانة بس شوية الفترة دي، دعواتكم ربنا يا رب ييسر الامر. هنا معانا كوبايتين من الدقيق كبار، حوالي 400 جرام دقيق دول، ومعانا كوباية زبادي، ومعانا شوية محتويات كده. طيب بالتخمين كده عرفت ان احنا النهاردة هنعمل بيتزا. بصي، البيتزا الايطالي الاساسي بتاعها دقيق ودقيق وسكر وخميرة ومية للعجن وزيت زيتون. انا ما عنديش زيت زيتون، مش هاكل بيتزا. لا هاكل بيتزا ازاي بقى؟ هنحط لها زيت عادي، بس في شوية اضافات انا بحطها. ايه هي الاضافات دي؟ طبعا اللي متابع معايا في القناة عارف ان انا بعشق حاجة اسمها لبن بودرة في كل المعجنات. معانا معلقة لبن بودرة كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر، دوت زعتر، دوت ربع معلقة ملح، دي بقى ربع معلقة من البيكنج باودر. دي انا بحب احطها كده، بتظبط العجينة وبتخليها ناعمة وبتخليها كده طعمها حلو. يبقى كده احنا عرفنا معلقة لبن بودرة، معلقة خميرة، معلقة سكر، زعتر، ملح، سنة من البيكنج باودر. هاخد كل المكونات بتاعتي دي وهنزل بيها هنا كده. هنا انا جبت كوباية من المية الدافية، بسم الله. الزبادي برضو اختياري، ممكن ما تحطيهوش وممكن تحطيه على حسب. انا عن نفسي بحط كوباية الزبادي، بتدي طراوة حلوة قوي للمخبوزات، وخاصة البيتزا دايما الناس كلها بتشتكي ان الطروف بتاعتها بتطلع ناشفة. جربيها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي، بجد بجد هتعجبك جدا وهتعجب اي حد هيدوقها منك. وهنزل هنا بالزيت بتاعنا، حوالي معلقتين كبار. انا حطيت حوالي معلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا اقلب كل المكونات بتاعتي. بسم الله. بشوية بسم الله من الزيت، هذا العجينة بتاعتي كلها كده شوية من الزيت. وزي ما انا قلت لكم انا عايزاها عجينة طرية، مش عايزاها عجينة ناشفة. اهي شايفة انا مجرد ما حطيت لها شوية الزيت بتلزقش معاكي خالص. اهي هبتدي اسيب العجينة بتاعتي تخمر، وارجع بعد ما تخمر العجينه اقول لك هنعمل ايه. يا ترى في حته. ورجعت معاكم تاني علشان نكمل البيتزا بتاعتنا. دلوقتي معانا جبنه الموتزاريلا، معانا زيتون مخلي. بصي بقى الحشو بتاع البيتزا ده، اي حاجه، سوسيس، سجق، فراخ، جبن، اللي هي مارجريتا، اي حاجه عندك وديها. انا عندي فراخ كانت في الثلاجه، دي متملحة ومتقطعة وجاهزة. ومعايا هنا بقى بصي الأساسي بتاع الصلصة بتاعت البيتزا الإيطالي، مثلا طماطميتين وبصلاية حلوة وحوالي 3 فصوص ثوم، وتحطي كوباية مية وتسيبيهم لحد ما يبقوا بيوريه خالص. اضربيهم وصفيهم وارجعي تاني حطيهم على النار، وحطي عليهم شوية زيت زيتون، وحطي عليهم زعتر، وياخدوا غلوتين على النار واقفلي عليه، وهو ده صوص البيتزا. طيب انا مش هعمل كل ده وعايزه صوص، اعملي الصوص ده. دي عباره عن معلقتين من الكاتشب، ومعلقه من الصلصه اللي هي الصلصه الطماطم، من صلصه الطماطم اللي هي المعلبه، وطبعا هرست الشطه حبيبتي، كمون وزعتر وشويه زيت، مش اكتر ولا اقل. طب انت ما حطيتيش ملح؟ ما هو انا عندي هرست الشطه فيها ملح، والثوم البودره برده بيبقى فيه نسبه من الملح.
ادي كده الصلصة بتاعتنا عبارة عن معلقة من الصلصة، عبارة عن معلقتين من الكاتشب، عبارة عن معلقة من هريسة الشطة، شوية زيت زعتر، ثوم بودرة، وكده الصلصة بتاعتنا جاهزة. طيب نركن بقى مكوناتنا دي كلها كده، ونيجي نجيب ايه، ونيجي نجيب الحلوة الجميلة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، شايفة بقت مرتفعة وجميلة ازاي. بسم الله بسم الله، هنبتدي نيجي نديها كده، يعني نديها بوكس بقى، اديها اللي انت عايزها تديهولها. شايفة العجينة بتاعتنا عاملة ازاي؟ شايفة ملمسها بجد حاجة كده، وهم وهم وهم. شايفة المنظر؟ معانا هنا الصينية مقاسها 34، تعمليها علشان البيتزا بتاعتك ما تعلاش اهي، يا تعمليها بالشوكة يا تعمليها زي ما انا قلتلك كده بالفرشة بتاعتنا بالمنظر ده. وهنبتدي نحط الصلصة بتاعتنا. بسم الله، ما تكتريش من الصلصة قوي علشان ما تبقاش مبغبغة كده وطرية من النص اهي. طبعا في ناس بقى، بصي انتي بحرة، عايزة تحطي بصل حطي، عايزة تحطي فلفل حطي، عايزة تحطي طماطم حطي، البيتزا بتقبل معانا اي حاجة. اهم حاجة حاولي ان انتي ما تجيش بس تجيبيش الصلصة كده على الطروف اهي، زي ما انتي شايفة كده. وهاجي اخد رشة من الجبنة. الجبنة يا جماعة عشان ما بتسيحش معانا، لانك ممكن تخرجيها من الفريزر وتستخدميها، ما ينفعش ان انت تخرجي الجبنة من الفريزر وتستخدميها. الجبنة ضروري جدا 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 تكون فكة خالص اهو. انا كده حطيت الجبنة، هبتدي احط الفراخ بقى بتاعتي. بسم الله، وعشان البيتزا تمط معانا ضروري جدا انك تحطي كمية محترمة من الجبنة عشان تلاقيها جت زي بتاعت برة. ونعمل حاجتنا في بيتنا، مش محتاجين نجيب حاجتنا من برة. وهو تغيير بدل الاكل لحمة وفراخ، وكل يوم زهقنا بقى بصراحة في رمضان. هاتي كده بقى الزيتون بتاعنا ده كده. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اهو. انا كده حطيت، هرجع تاني احط الجبنة. طيب بصي بقى يا ست البنات، ويا ست يا سيد الشباب، ويا سيد الرجالة، عايزين نتفق على حاجة مهمة جدا 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 في البيتزا. عشان تطلع معاكي بيتزا صح، عشان تطلع معاكي بيتزا ناجحة، ضروري جدا 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 تكوني مشغلة الفرن من قبلها، شغالة الفرن بتاعتك من قبلها بحوالي 10 دقايق ربع ساعة. هتدخل على درجة حرارة 200، البيتزا بتاخد في الفرن، بيتزا بتاخد في الفرن من 10 دقايق ل 12 ساعة. سوري من 10 دقايق ل 12 دقيقة. شفتي 12 ساعة ولعي في البيت كله؟ بتاخد من 10 دقايق ل 12 دقيقة، ما بتاخدش وقت خالص. لازم تدخل على درجة حرارة عالية زي ما انا قلت. اللي بيحب بصل يا جماعة يحط، اللي بيحب طماطم يحط. انا بصراحة ما بحبهاش غير بالزيتون والجبنة والفراخ او السوسيس او الحاجة اللي انا هحطها. وبكده تكون خلصت صينية البيتزا بتاعتنا، هدخلها الفرن تاخد 10 دقايق وارجع لك. اوعي تريحي. جت اللحظة الحاسمة بجد بجد، عايزة اقول لك شكلها رهيب، سخنة مولعة نار. شايفة منظرها عامل ازاي؟ شايفة؟ بصي طرية بجد بجد، بصي شايفة؟ طرية وجميلة جدا. بسم الله، نقطعها بقى. بسم الله، السكينة بتاعت البيتزا بتاعتي صغيرة مش كبيرة. بسم الله، حاجة كده بجد. شايفة الجبنة؟ بس
بصي عايزه اقول لك بجد بجد هي سخنه قوي قوي، انا مش عارف حتى اطلعها ازاي. لا سخنه سخنه جدا، شايفه مستويه من تحت وجميله ازاي، شايفه شايفه قد ايه طريه بجد بجد، حاجه كده وهم. بسم الله بسم الله بسم الله، شايفه شكلها عامل ازاي بجد بجد. بصي مش متحم، هي دايبه من بعضها. بسم الله. بجد بجد طعمها رائع جدا جدا جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان انا اكون افدتكم ولو بمعلومات بسيطه. بحبكي جدا 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 في الله. اللي لسه ما اشتركش في قناتنا اتمنى ان هو يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس واللايك والشير عشان يوصلوا منا كل جديد. بحبكم جدا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.